انا هنا مني عندي 16 عام 17 وانا حاسه براسي هنا في اكادير. صافي كيت مع البنات، خدمت في القهوه، خدمت في سربايت، الزنقه هكا دايره، جابني ليها الوقت فهمتي. صافي خدمتي معتمد على راسك هكا، الوالدين ما كاينينش، كاينين وما كاينينش فهمتي، عطاونا لواحد الناس وهذوك الناس ماتوا. بديت نخدم عند الناس في الديور عرفتي، الخادمات قاسيه حتى شي تعرضوا ولا شي تعرضوا هكا. بغيت هذا من عيشه كريمه، عندي ربعات الوليدات في ظروف ماشي مزيانه فهمتي، واخا هما في ظروف ماشي مزيانه راه هما احسن حاجه، هما احسن حاجه في حياتي والله، هما احسن حاجه في حياتي انا بعدا ما ندمتش عليهم واخا ماشي في ظروف مزيانه فهمتي. والدراري طلق جوج ديال الوليدات، الاخرين عير كتبهم عليا الله وصافي، هذوك الجوج الاخرين صافي. هذه الصراحه ما نزيدو ما نقصو، تنبيع دي طاي باش تدبر ما تاكل وما توكل اولادك صافي. تنبيع المعنات، تنبيع دي طاي، مره تنخدم في فيرما، كل مره اش ندير، كل مره المهم تنحاول نصور النهار باش يشريو كتبه ويقراو. واحد عندي في الثاني، واحد في التحضيري، كنت نقريهم بالسلافه ديال في الاول في لاكريش وهكا. المهم درنا جهدنا باش ما يتعلموش السعايه، باش ما يتعلموش الانحراف فهمتي، تيقراو وفي الليل تنروحو بحالنا تنتقداو عشانا. هادي هي الدنيا كيفاش عايشينا، نهار تيعطيك نهار تتصور نهار ما تتصور فهمتي. كنا ساكنين في واحد 11 10 سنين دابا ديال التراب، هما اللي بغاو يعاودوها وما كاين تعويضات، بغاونا نخرجوا بطريقه ماشي بشي طريقه زوينه، حرشوا علينا اللي منكده علينا، حتى الدراري ما بقاوش باغيين ليا الدار. جيت تسلفت عند الناس كريت هاد السيمانه واحد البيت طوايت ستوديو كريتو ب 8000 ريال، ايوا صافي حدا دار الشباب فاسايت حدا دار الشباب، وكاينه واخا المهم واخا ما مساحش 100% المهم راه فيها الماء والضوء، فيها الماء والضوء صافي والامان، الامان تنحاول باش تحاول الدراري ما تخليهمش في الزنقه وصافي.